الجواز وسيلة ولا هدف؟ ناس كتير بتتلخبط بين مفهوم الوسيلة والهدف. ده اللي بنسميه في علم الإدارة قلب المعايير، إننا بنخلي الوسيلة هدف والهدف وسيلة، وده اللي بيعمل لنا لخبطة في حياتنا عموما. واللخبطة الأكبر بتحصل لما بنشوف إن الجواز هدف، لأن الحقيقة الجواز وسيلة مش هدف. يعني ما ينفعش أقول أنا عايزة أتجوز واسكت، المفروض ان انا اقول عايزة اتجوز شخص معين عشان اكمل حياتي معاه. لانك لما تقولي انا عايزة اتجوز واسكت، انت كده اعتبرتيه هدف، ودي بداية الخطر. انك كده لو ما حطيتيش الجواز في اطاره المظبوط، انه وسيلة مش هدف، انت كده بدأتي هتختاري غلط. ومش كفاية بس انك تحطي الجواز في اطاره المظبوط، انك كمان لازم تختاري شخص هو شايف ان الجواز وسيلة وإنك أنتي الهدف، مش شخص عايز يتجوز والسلام، هو مكلم مامته وخالته وأخته طوب الأرض مثلاً عشان يشوف له عروسة، يبقى قاعد يوم الخميس معاكي، يوم السبت بيشوف عروسة جديدة. هو عايز يتجوز والسلام، مش أنتي الهدف، أنتي الوسيلة للجواز. لو اخترتي شخص مش حطك أنتي الهدف، يبقى أنتي كده داخلة على الخطر بعينه. لكن لما تختاري شخص حطك انتي الهدف، انتي فرقة بالنسبة له عن اي حد تاني، بتلاقيه دايما شريكي، عايزك انتي. وبكده لو حطينا الجواز في الاطار المظبوط، انه وسيلة مش هدف، مش هنشوف بقى الاسئلة الكتير او اللي بتيجي على الجروبس، ان مثلا المراتب على مين والسجاد على مين، وان حصل مشكلة على السجاد والنجف، ومين يملى التلاجة، دي اهم حاجة. كل الكلام الغريب اللي احنا بنشوفه ده، والأسئلة الأغرب إن احنا بنقابلها دي، بتدل جداً إن دي ناس داخلة مش عارفة الجواز هدف ولا وسيلة. دي ناس داخلة قلب المعايير، دي ناس داخلة مش شارية بعضها، دي ناس داخلة فاهمة الجواز بصورة غلط. عشان كده بيحصل فيه دايماً اختلافات في أمور غريبة جداً، هي مفروض محسومة، حتى محسومة بكلام الدين مش بكلامنا احنا، ومع ذلك احنا ما بناخدش بالنا منها ونبتدي نتخانق عليها. وعشان كده كل ما تحطي الجواز وسيلة في دماغك مش هدف، هتعرفي تختاري صح، هتعرفي تبتدي بداية صح. لو عجبكم موضوع الحلقة لايك وشير، ولو ليكوا أي استفسار سيبوه في الكومنتس وأنا هرد عليكم. أشوفكم في حلقات جديدة.